السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا متابعينا الكرام في قناتكم قناة إجريك تي دي زد لأهم أخبار الجزائر اليوم. الحقيقة متابعينا الكرام، البارحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دار فيها اجتماع متابعينا الكرام مع الحاضرين ومع الصحفيين، يعني مؤتمر صحفي. في ذلك المؤتمر أظهر نتنياهو خريطة الدول العربية جميعا، وكما على بالكم أعزائي المشاهدين، هذا الشخص مهووس بالخرائط، يعني أينما ذهب يأخذ معه خريطة ويبين العالم، يعني خريطة التي هو ما يسميها بإسرائيل، وهي طبعا دولة فلسطين. ولكن مش هنا المشكلة أعزائي المشاهدين، المشكلة أنه للمرة الثانية على التوالي يظهر نتنياهو خريطة المغرب مقسمة عن الصحراء الغربية، وهذا شكل صدمة كبيرة جدا بالنسبة لجميع المراك الذين يدعمون التطبيع. هذه المرة يرى المحللون أنه يتعمد إظهار الخريطة المغربية مقسمة عن الصحراء الغربية، لأنه لو تتذكروا يعني قبل أشهر من الآن، يعني أشهر قليلة فقط من الآن، ظهر فيها بنيامين نتنياهو، وكما قلت لكم متابعيني الكرام، هو يحب يظهر الخرائط. ففي ذلك الفيديو ظهر بخريطة، وكانت خريطة المغرب مقسمة عن الصحراء الغربية، ويعني في ذلك الوقت المغاربة غضبوا بشكل كبير، يعني الدنيا قامت ولم تقعد بالانتقادات لنتنياهو بسبب إظهاره هذه الخريطة. وظهر نتنياهو في اليوم التالي واعتذر للمغرب في ذلك الوقت، وقال لهم حقكم علي وأنا أخطأت وسامحوني وأعتذر. فطويت الصفحة والناس ظنوا أنه بالفعل أخطأ، ولكن البارحة ظهر نتنياهو للمرة الثانية بخريطة المغرب مقسمة. يعني هذا يطرح كثير من التساؤلات. أولا، هل بالفعل هذا الكيان يعترف بمغربية الصحراء، أم أنها مجرد حبر على ورق؟ لأنه في المرة من المرات صحفية مغربية سألت أحد السياسيين الإسرائيليين المخضرمين عن نزاع الصحراء الغربية وتدخل الجزائر، يعني بالنسبة لهم هذا الملف الصحراء الغربية هو تدخل جزائري. هو ماذا قال لها أعزائي المشاهدين؟ قال لها أنه ليس في مصلحة إسرائيل إغضاب الجزائر، إسرائيل لا تريد مشاكل مع الجزائر. هذا حسب قول الدبلوماسي الإسرائيلي أعزائي المشاهدين، وكنت شرت معكم الفيديو لهذا الدبلوماسي وهو يقولها بلسانه أنه لا يريد إغضاب الجزائر في وقت سابق. سؤال الثاني، لماذا يتعمد نتنياهو إظهار خريطة المغرب مقسمة؟ هل هي ورقة ضغط على المغرب أم ماذا؟ من أجل تنفيذ المخطط الإسرائيلي؟ يعني أسئلة كثيرة جدا، وبعد قليل سنعرف تفاصيل مهمة جدا فيما يخص بهذا الموضوع. أما في الأخبار الجزائرية هنالك خبر يقول انتهاء أشغال ربط منجمي بلاد الحدبة بخط السكة الحديدية، وسنشاهد مع بعض متابعينا الكرام أبرز التطورات لإنجاز هذا المشروع الضخم، والذي يعتبر من بين أضخم المشاريع في القارة الإفريقية لسنة 2024. أيضا هنالك خبر يقول تسهيلات للجزائريين للحصول على تأشيرة في دولة كوبا، في الأيام القادمة سيكون بمقدور المواطن الجزائري البسيط الذهاب في رحلة إلى كوبا من أجل السياحة أو من أجل الاستجمام من دون فيزا، خبرا مهم جدا متابعين الكرام. أيضا في الأخبار، صنع الغاز تضمن استمرار التزويد بالطاقة خلال أيام الانتخابات الرئاسية، لأنه انتشرت أخبار في الأيام القليلة الماضية أن صنع الغاز ستوقف تزويد بالطاقة خلال أيام الانتخابات، ولكن صنع الغاز تخرج ببيان وتقول أنها ستضمن استمرار التزويد بالطاقة خلال هذه الأيام. في الأخير متابعين الكرام، بن جامع ممثل الجزائر في مجلس الأمن يندد بتقاعس مجلس الأمن تجاه جرائم الاحتلال. بن جامع يصدم الحاضرين أعزائي المشاهدين في الاجتماع الذي دار البارحة، قال لهم تكلمنا كثيرا والكلام لم يجدي نفعا، لأننا داخلون على سنة كاملة من منذ بداية الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين والأمور لم تتغير، وبالعكس الأمور ذهبة من السيء للأسوأ. يقول لهم حان وقت التحرك والفعل وليس فقط الأقوال، وسنعرف كامل الأقوال متابعين الكرام والكلام والتصريحات الذي قالها بن جامع في خطابه الأخير في مجلس الأمن.
كانت متابعينا هذه أبرز النقاط والأخبار التي سنتكلم عنها بالتفصيل في يومنا هذا. قبل أن نفعل ذلك من فضلكم تأكدوا بالضغط على زر الإعجاب، لأنه كما تعلمون القناة تتعرض إلى ضغوطات كبيرة. ومن دون إطالة أعزائي المشاهدين، دعونا نبدأ في تفاصيل أخبارنا لهذا اليوم. كما ترون أعزائي المشاهدين، هذه هي الخريطة، يعني اللي راهي دايرة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعني المغاربة الآن غاضبون بشكل كبير. يعني يقول لك كفاءة، يعني ربحنا العيب للدول العربية وللجزائر، والآن سمعتنا سيئة جدا، لأنهم يقولون أننا دولة مطبعة. وفي النهاية يخرج نتنياهو ويظهر خريطة الصحراء الغربية كما ترون مقسمة عن المغرب، يعني فضيحة بأتم معنى الكلمة. وهذا فشل سياسي ودبلوماسي مغربي يظهر أن مستوى السياسي للمغرب ليس بالمستوى المطلوب. فماذا يقول الخبر؟ لا حدث. نتنياهو يؤكد للمرة الثالثة أن إسرائيل لا تعترف بمغربية الصحراء، على الرغم من تقديم المخزن جيشه وموانئه وشرفة للمغربيات واستثماراته لإنقاذ الاقتصاد الصهيوني في إطار خاوخاو إسرائيل. ولكن كل هذا لم يشفع لهم عند الكيان، يعني بالفعل المغرب قدمت الكثير للكيان الإسرائيلي، ولا تتذكروا السفينة التي حطت في المغرب، والمغرب قدم لها مساعدات موانئ ومساعدات إنسانية. يعني أيضا كل ما إسرائيل تطلب المساعدة تجد المغرب حاضرة وتقدم المساعدات. ولكن رغم كل هذا، إلى أن نتنياهو ما زال يعني يظهر خريطة المغرب مقسمة. هنالك خبر آخر متابعينا الكرام، هذه المرة بالفيديو كما تشاهدون. هذا هو الفيديو الذي ظهر فيه نتنياهو يظهر خريطة الكيان الإسرائيلي أعزائي المشاهدين، ويقول بأنها فلسطين، يقول بأنها إسرائيل عفوا، ولكن هي كما نعلم جميعا فلسطين محتلة. مجرم الحرب نتنياهو يوجه صفعه جديده لنظام المخزن المغربي. نتنياهو استعرض خريطه للعالم العربي يظهر الصحراء الغربيه اقليما منفصلا ومستقلا عن المغرب. هذه المره متابعين، في رايكم هل سيقدم اعتذار نتنياهو للمغاربه على هذه الخريطه التي اظهرها ام لا؟ اكتبوا لي رايكم في التعليقات حول هذا الموضوع. أما في الأخبار الجزائرية متابعين الكرام، هنالك تحرك دبلوماسي جزائري قوي جدا مع الصين. الصين تقول بأن المستقبل سيكون بيد الصين وقارة إفريقيا. وكما نعلم جميعا الجزائر تزعمت الدول الإفريقية البارحة في الاجتماع. الجزائر يقول الصيني، الجزائر أهم شريك اقتصادي وعسكري للصين في القارة الإفريقية. هذا ما يقوله متابعين الكرام الممثل الصيني. أما عن المغرب فهي أول عميل منبطح للغرب والصهاينة في إفريقيا. فما رأيكم متابعين الكرام في هذا التعاون الجزائري الصيني؟ أما في خبر آخر متابعين الكرام، لدي لكم خبر اقتصادي مهم جدا، وكما تشاهدون في هذا الفيديو شاهدوا تصدير 433 عمود شحن جزائري إلى إيطاليا وليبيا. البداية متابعين الكرام بليبيا وإيطاليا، سوناغاز تستهدف أوروبا والشرق الأوسط بأعمدة شحن للسيارات الكهربائية المصنوعة في الجزائر. وكما ترون الأعمدة المخصصة للسيارات الكهربائية ومصنوعة وفقا للمعايير الدولية. الجزائر الآن تقوم بصناعة هذه الأعمدة محليا في الجزائر بنسبة 100%، يعني الآن الجزائر تعتمد على نفسها فيما يخص بتصنيع هذه الأعمدة، لأنه كما تعلمون الجزائر لديها بنية تحتية طاقوية كبيرة وضخمة جدا فيما يخص بالكهرباء. وهذا متابعين الكرام ماذا يقول الخبر بمصنع شركة صايغ إحدى فروع سوناغاز الواقعة بالعنمة. المنتج سبق توجيهه للسوق الوطنية ليتوسع نحو الأسواق الدولية، يعني بدأ في الجزائر أعزائي المشاهدين، وبعدها الآن يتم تصديره إلى الدول الأجنبية مثل إيطاليا وليبيا. فهذا تحرك قوي جدا متابعين الكرام، أردت أن أشاره معكم فيما يخص بالاقتصاد الجزائري. دائما متابعين الكرام في التنمية الاقتصادية والتطور الكبير الذي تشهده الجزائر، وكما تشاهدون في هذا الفيديو هذا القطار الجزائري الذي شرف على الانتهاء أعزائي المشاهدين، أقل من سنة على انطلاق المشروع. الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الاستثمارات في السكك الحديدية بالجزائر تعلن عن انتهاء أشغال ربط منجم فوسفات بلاد الحدبة بشبكة السكة الحديدية بولاية تبسع. كما تشاهدون متابعين الكرام، هذا هو القطار الذي تم الانتهاء من أشغاله في ولاية تبسع. هذا تطور مهم جدا، فنفتخر بهذا الإنجاز الجزائري الكبير.
أما في خبر آخر متابعيني الكرام، هنالك شقيقته معطوب المغني معطوب الوناس الراحل رحمة الله عليه تساند الرئيس تبون، تقول بأنها مع الرئيس تبون لأنه يخدم مصلحة الجزائر، كما ستسمعون ما ستقوله ملكة أخت الراحل معطوب الوناس رحمة الله عليه. الانتخاب ستنكت سيتويا، لازم كل جزائري وجزائرية تفهم الانتخاب هذا حق، حق وواجب، ولا ما نعرفوش واش يصرى في بلادنا نشوفوا واش يصرى في بلاد برا. على شعرة فرنسا كانوا يروحوا يدوها المتطرفين، ما بصح الشعب الفرنسي ناض وحيا بلاده بالمفاهيم تاعها بالعقائد تاعها. وحنايا في بلاد الجزائر اوني ان غون بوبل، عندنا تراث عريق، وحنا كاع ثمارنا خاوة، ما جينا لا من المشرق لا من الغرب، حنا الجزائريين ذو اصلنا امازيغ. تنمير. أما في خبر آخر متابعينا الكرام، وفيما يخص بآخر التطورات والتوترات العسكرية التي تشهدها القارة الإفريقية وخاصة بين مصر وإثيوبيا، يعني كما تعلمون هذه الأيام تشهد العلاقات ذروة التوتر بين إثيوبيا ومصر، لأنه تم رصد العديد من الأسلحة الإثيوبية وهي تتحرك كما تشاهدون في هذا الفيديو الذي نشره الجيش الإثيوبي. الإعلام الإثيوبي يتداول مشاهد للجيش ويقول أنه مستعد وفي جاهزية عالية بعد وصول قوة من الجيش المصري العظيم إلى الصومال. أعطيكم معلومة متابعين الكرام مهمة جدا، المعلومة هي أنه الجيش المصري يحتل المرتبة 13 عالميا، بينما الجيش الإثيوبي يحتل المرتبة 61 عالميا. فالآن أريد رأيكم في التعليقات أعزائي المشاهدين، هل أنتم تناصرون وتقفون إلى جانب الجيش المصري أم لا؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات لنعرف عدد الداعمين للجيش المصري من الجزائريين. أما في خبر آخر متابعين الكرام، هذا الفيديو يظهر جمال بلاد الجزائر، صورة مبهرة لسهول ومراعي خضراء بمنطقة تيموين الحدودية ولاية برج باج مختار الجزائرية كما تشاهدون في هذا الفيديو. أما في خبر آخر متابعين الكرام، هنالك امرأة مغربية حرة خير من ألف رجل عياشي، كما ستشاهدون الرسالة التي وجهت هذه المواطنة للمغرب جميعا داخليا وخارجيا. داك عمي تبون اللي كتهضروا عليه كان في المغرب، كون راكم احرار ياك بعد الجزائريين ما كيبوسوش اليدين واحد الخائن امير المدمنين، ما كيبوسوش اليدين، عندهم تبون كيقدروا يعبروا على رايهم، ما عندهمش قمع في الراي، عندهم بزاف تاع الحوايج كيتمتعوا بها. الآن متابعينا الكرام، دعونا ننتقل إلى الخبر الآخر، حيث أعلنت سفارة كوبا في الجزائر إصدار النظام الجديد للتأشيرة السياحية الإلكترونية إفيزا. وفق ما كشف قنصل كوبا بالجزائر لويس ياسيل، فإنه من شأن هذا النظام أن يوفر خدمة أكثر فعالية وسرعة لطالبي التأشيرة الراغبين في اكتشاف البلد. وأوضح المتحدث ذاته خلال لقاء بمقر السفارة أن التأشيرة الجدية موجهة لجميع الأشخاص الأجانب المسافرين إلى كوبا كالسياح، وتشمل كذلك الوكالة السياحية والأسفار وشركة الطيران التي تربطها عقود سرية مع قنصلية كوبا. وبخصوص مدة التأشيرة الإلكترونية، فحددت ب90 يوما قابلة للتمديد لمدة نفسها خلال الإقامة في هذا البلد. أما في خبر آخر متابعين الكرام، دعونا نشاهد تصريحات مندوب الجزائر في مجلس الأمن عمار بن جامع، كلمات في غاية القوة قالها البارحة متابعين الكرام، دعونا نقرأ. جلسة الاجتماع بمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غزة والضفة الغربية، ممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع يقول عقد الجلسة يأتي في لحظة تشهد فيها فلسطين انتهاكات خطيرة تهدد الأسس التي بني على أساسها المجتمع الدولي. بن جامع يقول الكلمات لم تعد كافية، واليوم يجب علينا أن نتحرك لضمان أن القانون الدولي فوق الجميع. يقول أيضا بن جامع ينبغي أن نبدأ عملية السلام حقيقية ذات فعالية في الشرق الأوسط. أيضا يقول قداسة الروح البشرية والمعاناة المشتركة ينبغي أن تدفعها إلى الاتحاد حتى لا نفقد إنسانيتنا. أيضا بن جامع يقول بالنسبة لنا كل روح متساوية قيمتها واحدة،
بغض النظر عن جنسيتها أو لونها، وكل حياة بريئة مهمة، ولكن دعونا نقر أن المأساة المحتجزين. أيضا أكثر من 9400 فلسطيني محتجزون في السجون الإسرائيلية. العدد 552 قد لا يعني للبعض شيئا، ولكن الأسر الفلسطينية يمثل أجسام أحبائهم الذين لا يزالون لدى الاحتلال الإسرائيلي. المسؤولون عن هذه الجرائم لا يمكن أن لا يعاقبوا، وكما قال رئيس تبون الذين شاركوا في المجازر وفي قتل الفلسطينيين يجب تقديمهم للعدالة. في الأخير متابعين الكرام، يختم بنجمع بالقول في كثير من الأحيان يتم تجاهل محنة المعتقلين الفلسطينيين. وبهذا نكون أعزائي المشاهدين قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن أعجبكم الفيديو من فضلكم تأكدوا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات، وسألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.